سجيد محمد الخامس معلم من المعالم البارزة بمدينة أكادير، شرع في بنائه اعتبارا من يونيو 1988، وتم تدشينه في فبراير 1992، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم يؤدي دوره الكامل في حماية الأمن الروحي للمواطنين. مسجد محمد الخامس تحفة من تحف مدينة أكادير، وعرف بهندسته المعمارية المتميزة التي رعيت فيها خصوصية بناء المساجد بالمملكة المغربية. يحمل اسم رمز من رموز هذه الأمة، وهو جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. المسجد بمرافقه المتعددة يستوعب ما يزيد على 10,000 مصلي بطبقيه العلوي والسفلي وجنباته والساحات المحيطة به، كما يتضمن مقرا للمجلس العلمي المحلي لأكادير وكتاب قرآني وفضاءات خاصة للنساء وغير ذلك من المرافق. هذا المسجد شأنه شأن مساجد أكادير، يستعد لإحياء ليالي رمضان بما تستحقه هذه الذكرى من مهابة وتجليل وتقدير، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو الذي شرفه الله تعالى بإنزال كلامه المعجز. وهذه المعلمة أو هذا الصرح الشامخ نجد أن إقبالا كبيرا يكون عليه في مختلف أيام السنة، ولكن في مناسبة شهر رمضان تحج إليه أفواج من المؤمنين من كل جانب، وتعمر لياليه بإقامة الصلوات وقيام الليل ودروس الوعظ والإرشاد وغير ذلك مما يكون له تأثير على نفوس المصلين. كما يستمتع المصلون بالاستماع إلى كلام الله عز وجل، تنطق به أصوات ندية، تتغنى بهذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد.